ام الثامنة ليلا هنا من الحياة، فمهلا بكم مستمعينا الكرام الى هذا المواد الاخبارية الموجزة. القنصلية العامة الجمهورية التونسية باسطنبول تؤكد في بلاغ لها اليوم الجمعة 10 من فيفريال الجاري بان مصالحها تولت اليوم تنظيم اول رحلة اجلاء الى ارض الوطن لفائدة 11 مواطنا تونسيا من بينهم طفلان قاصران عبر رحلة الخطوط التونسية التي تصل مطار تونس قرطاج فجر الغد السبت 11 من فيفريال الجاري على الساعة 1 صباحا. رئيسة الحكومة نجلة بدر رمضان تؤكد اليوم الجمعة في كلمتها بمناسبة الدورة 84 للجنة المعنية بالقضاء على تمييز ضد المرأة بجنيف بأن مشاركة المرأة التونسية في الاستحقاق الانتخابي الأخير كانت دون المأمول، وبيّنت بودن بأن ضعف مشاركة النساء في الانتخابات الأخيرة قد يعود للعزوف العام الذي ساد في البلاد إثر تقلص منسوب الثقة في الطبقة السياسية بناء على تراكمات العشرية السابقة وفق تعبيرها وما شاهدته من عنف ضد المرأة حتى تحت قبة البرلمان وفق تعبيرها. تعمق عجز الميزانية مع موفى نوفمبر 22 والفين بنسبة 12% ليصل إلى 5.9% مليار دينار وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرته وزارة المالية اليوم الجمعة، ويعز هذا التفاقم إلى ارتفاع أعباء الميزانية بنسبة 19% لتتجاوز 40.3 مليار دينار بسبب زيادة في نفقات التدخلات ب 73% لتبلغ موفى نوفمبر 22 والفين حوالي 12 مليار دينار، كما زادت نفقات التأجير بنسبة 5% لتصل إلى 19.3 مليار دينار، ونفقات التمويل بنسبة 16.5 مليار دينار، وفي المقابل ارتفعت موارد الميزانية بنسبة 23.3% لتصل إلى 35.4% مليار بفضل ارتفاع المداخل الجبائية ب 75%. التقت سهام البغدير النمسية وزيرة المالية سفيرة كندا بتونس وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارة، وتناول اللقاء وجه التعاون الاقتصادي والمالي والبرامج المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات وتعميق التعاون الثنائي وتدعيمه في مختلف المجالات بما يساعد على مجابهة التحديات القائمة والحرص على الاستفادة من مختلف البرامج وآليات بعث المشاريع الاستثمارية. نهاية الموعد الإخباري الموجز قدمه لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.